انا خلدون بلبون من بيت لحم، فنان فسيفساء فساء وخريج ايطاليا. بشتغل في مجال من سنة 2000. درست الفسيفساء، وبعد ما تخرجت عملت على كادر وزارة السياحة والآثار كرئيس قسم للفسيفساء في إدارة الآثار. عملت على ترميم مواقع، يعني معظم المواقع الأثرية في فلسطين، مسجد الأقصى، كنيسة القيامة، قصر هشام الأثري في الأردن، في سوريا كان عندنا كمان أعمال، في تونس، في الصين، في إيطاليا، في أمريكا. عملنا في أنشطة كثيرة كانت لنا على مستوى دورات أو مشاركات في مؤتمرات دولية. هلا هو الدافع، ممكن إنه دافع أي، يعني أي شخص من فلسطين، ممكن إنه أول شيء إنه يكون في البلد اللي هو منتمي إلها واللي ما عمره وصلها. فعليا أنا هذه أول مرة بكون في الناصرة، وممكن احكي لك انه هي سعادتي باني كوني بالناصرة او بالشمال الفلسطيني، بالداخل الفلسطيني، هي بتتجاوز انه سعادتي اني بعمل دورة. طبعا عملت دورات في كل المناطق، لكن في لها خصوصية عندي في الناصرة، انه اول مرة بفوت على الناصرة، اول مرة بفوت وبكون بين اهلنا في الناصرة، وكان اشي عندي بالنسبة لي حافز كبير. وحاليا احنا موجودين في مقهى المها الثقافي، بشكر الست مها كثير لأنه هي اللي ساعدتنا القيام بهيك نشاط. وكمان بشكر الصديقة سيرين نجم كيال، اللي هي كانت السبب إنه أنا أتعرف على المناطق هذه والأماكن هذه في الداخل الفلسطيني. هلا فن الفسيفساء هو معروف عبر التاريخ انه هو فن حجري. ممكن احنا في عنا اشكال كثيره من الفنون، ولكن بتميز فن الفسيفساء انه هو الفن الوحيد اللي هي بتشكل من حجاره الوان طبيعيه، بتشكلنا مناظر ممكن احنا تكون نباتيه او حيوانيه او هندسيه. بتدخل في مجالات كثيره، في عنا على مستوى الديكور في المنازل، في المؤسسات، في الشركات، في الأماكن العامة. هلا هو فن انعرف في فلسطين من فترات البيزنطية والرومانية. حاليا احنا بنحاول انه قدر الإمكان نعمل أنشطة، نعمل دورات، نعمل فعاليات لحتى نحيي هيك فن، ويكون في عنا يعني فيما بعد انه يكون في فن فلسطيني اسمه الفسيفساء. هلا صعوبة ممكن انه هي اول شيء انه يعني انا اول مرة مثل ما حكيت لك في الناصرة، ولكن حتى برغم الصعوبة اللي هي اخذت يمكن 3 ساعات ونص، ولكن كان في يعني في شغف، في محبة كبيرة، انه صراحة ما شعرت بالتعب الرحلة. ليش؟ لانه انا يعني جاي على تجربة جديدة، جاي على مكان ممكن انه انا بحبه من زمان، انه هي الناصرة وبيت لحم، عكا، يافا، حيفا. هلا هذه احنا بننتمي لها من غير ما نوصلها، فما بالك انه انت تكوني فيها، تكوني بين اهلنا هون. فكانت بالنسبة الي يعني تجربة فعلا مؤثرة كتير، وكان في بالنسبة إلي فعلا أول ما دخلت الناصرة وكأني في بيت لحم، شعرت إنه أنا في بيت لحم، شعرت إنه أنا بالفعل في بلدي الثانية، حتى لو كانت المسافات وكانت الحدود كانت العوائق. بالنسبة إنه سواء أنا أو الأصدقاء والأهل هون عملوها سهلة. الاهتمام يعني المميز من أهلنا هون في الداخل، من أهلنا في الناصرة، من الأصدقاء، من حتى ناس ما بعرفهم، بس مجرد إنه أنا جاي من بيت لحم كان جدا إشي فعلا لمست إشي يعني لأول مرة أنا ملمسه. إشي ممكن إنه أحكي لك إياه، يعني يوم بالعمر عندي ويوم أبدا ما بنساه، إنه الاستقبال مميز، وإنه حتى كان في يعني في ناس بتزعل لأنه أنا رحت عند هذا ما رحتش عند هذا، إنه هذا ضيفنا وهذا ضيفنا. فكان جدا الإشي يعني رائع، ممكن إنه حتى الكلمات ما بتوصف.